السلام عليكم صباح يا شباب. نكمل اليوم حديثنا عن المحاضرة الخامسة بالكلينيكال كيمستري. نحكي عن بعض التست وليش بيستخدموهن، بعض الديفينيشنز. مثلا زي ما نحكي نورمال اور ريفرنس فاليو، it is range of values for particular chemistry test from healthy individual. شوفوا يعني لما قالوا مثلا على سبيل المثال ان الهيموجلوبين عند الميل من 12 16 من 14 ل 18، بتروحوا ببلد ثاني مثلا زي الهند، الناس ما بياكلوش لحم كثير، الناس فيجيتيريان، بتلاقي انه النورمال رينج عندهم اقل. كويس، مثلا بتلاقيه من 8 الى 10 عندهم بالنسبه للميل از فاين. ليش؟ لانه هيك طبيعه غذائهم واكلهم. شايفين مثلا النورمال رينج لبعض التست عند الفيميل غير عن الميل، طبعا اختلاف الهرمونات، تركيبة الجسم، الفيزيولوجيا تبعت المرأة وتختلف عن الرجل. فهذا هو السبب انه بنحكي عن النورمال ريفرنس رينج. كويس، مثلا الوايت بلود سيلز ان ذا مورنينج لما الواحد يعمل اكسرسايز عددهن بيكون اكثر من عددهم مثلا المساء او عند الغروب. كويس، فهذا هو قصدنا بالريفرنس رينج. في عندنا chemistry panel group اللي some tests are bundled according to the system or organs targeted. مثلا في عندك عندكم بعض الفحوصات لها علاقة بالثايرود، مثلا بالثايرود جلاند panel بكم بيطلب الدكتور. ثايرود جلاند panel زي مثلا T3 T4 3 T4 هذول بسموهن البانل TSH T3 T4 TSH 3 T4 هذول كلهن الثايرويد بانل. في عندك ليفر فانكشن تيست دائما بسموه ليفت وكيفت، بكره راح تسمعوها. ليفت اللي هو ليفر فانكشن تيست زي ال LDH ال AST ال ALT. في عندنا زي ال كاردياك انزيم زي CPK وال LDH وتروبونين. كمان في عندنا كيدني بانل زي ال الكترولايت زي مثلا الكرياتينين. هذول سبيسيفيك بخبرنا اذا مثلا الصوديوم عالي او البوتاسيوم عالي، انه there is something going on wrong بالبروكسيمال اور ديستال تيوبيولز اللي بتكون بالكدني. فالدكتور بيعرف وين الخلل اذا مثلا الكلورايد زادت. كويس، في عندنا هذا بسموه كله بانل. في عندنا اللي هي بروتين، مثلا بروتينز essential component of cells زي ما حكينا قبل شوي احنا محاضرة البيوكيمستري. most of the proteins are made in liver. فالليفر هو عضو organ مهم جدا بالأهمية زيه زي القلب، بس يعني بتحمل انه يكون فيه توكسين detoxification له اكثر من اي اورجان ثاني. كويس، بعدين بعملية زرع الكبد، مش لازم تزرع كل الكبد، يعني الواحد ممكن يقص جزء كبير من كبده ويعيش، اللهم الا اذا كان في عنده هيباتيتس سي او كان في عنده سيروسز اللي هو تشمه، بس مش موضوعنا هذا. في عندنا الالكترولايتس، لايتس اللي هي انكلود صوديوم رمزه Na، بوتاسيوم بوتاسيوم مش بوتاسيوم بوتاسيوم اللي هو K كلورايد Cl and bicarbonate اللي HCO3-. This great effect on hydration. لما الدكتور يطلب هذول الفحوصات معناته الدكتور بده يشوف انه المريض في عنده dehydration، بفقد سوائل ولا لا، الاسيد بيس بالانس عنده مظبوط ولا لا، الاوزماتيك بريشر عنده مظبوط ولا لا، البي اتش اند هارت اند مسل كونستراكشن ماشي عنده ولا لا. حكينا لكم الجزء اللي ماخذين عندي هيماتولوجي، مثلا البوتاسيوم لما يرتفع عند الواحد 7.5 the patient is dead. فدائما الدكتور بيراقب البوتاسيوم. كويس، level differ depending on the if the inside or outside the cells. بتعرف مثلا البوتاسيوم جوا الار بي جوا الخلايا تركيزه عالي، بس برا الخلايا تركيزه واطي. بعكس دائما البوتاسيوم والصوديوم هذولا بعكس الصوديوم،
الصوديوم تركيزه برا عالي جوا الخلية واطي، فلازم يصير بالانس اساس يخلق عندنا اشي بسموه اللي هو بولورايزيشن اوف ذا سيلز. وهذا البولورايزيشن خصوصا بالعضلة تبعت القلب هو اللي بيعمل عندنا السيستوليك والدايستوليك، بيعمل عندنا النبض او فرق الشحنات. كويس. ليفل ديفر ديبيندينج اون ذا انسايد اور اوتسايد، هاي مهمة يعني انكم تعرفوها. الامبورتنت ان ترانسبورت سبستانس انتو اند اوت سيلز، بتعرفوا الواحد مثلا دائما لما يفقد المية بيفقد معها الصوديوم، دائما الصوديوم بيطلع مع المية. كويس. شوف مثلا هسه اللي الناس اللي بياكلوا مثلا وجبة فيها جبن كثير كان بيشرب وراها مية، اذا بروح على الحمام ما بروح الا غير جيعان فجأة، خصوصا هذول اللي بياكلوا اكل هندي ولا اكل صيني، والاطفال لما يشوفوهم بياكلوا اندومي ذا سيم ثينج. فافويد الوجبات اللي فيهن منكهات، اشي اسمه ام اس جي فيها هاي صوديوم افويد، وخصوصا المرضى اللي في عندهم ضغط. كويس. في عندنا مينيريال زي الكالسيوم يوزد ان ان ذا كواجوليشن اند مسل كونتراكشن، مهم مثلا الكالسيوم هذا مهم عملية تجلط الدم، حكينا لكم لما قلنا لكم شو العينات اللي بتاخذوهم اللي ماخذين عندي هيماتولوجي لابس 1 اور 2. مهم بمسل كونتراكشن بعملية انقباض العضلات. 99% of skeleton is not metabolic active influenced by vitamin D، كمان هذولا بتأثروا بالفيتامين دي وكمان بالباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون هو الهرمون اللي هرمون الغدة الجارة الدرقية، مهمتها تنظم عملية امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم جزء منه كبير بيكون العظام، كمان بيكون التيث اللي هو الأسنان، كمان زيادته اسيدوسيس بسموها ميكوز كيدني ستون، زيادة الكالسيوم بالجسم، الجسم راح يخزنه، اما بيخزنه بالكلى بيرتفع هناك بصير عند الواحد حصب بالكلى، او انه بيخزنه مثلا بالجول بلادر اللي هي المرارة مثل ما بيحكوا باللغة العامية. في عندنا هايبوكالسيميا كان بي انت كوز تيتاني، تيتاني اللي هي زي الكزاز، مرض الكزاز اللي هو العضلات بيشدوا، وخصوصا الناس اللي في عندهم في بكتيريا اسمها كلاستريديم تيتانوس، هاي بتعمل مرض الكزاز بتقتل الواحد لانه عضلاته بصير بحالة انقباض دائم. هذا كله ناقص عن ايش؟ ناتج عن ايش؟ هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا اللي هي الكالسيوم بالجسم بكون واطي. طبعا هذول الناس في عندهم هايبو باراثايروديزم هرمون سلو، الهرمون تبع بيسموه بي تي اتش هرمون، باراثايميك هرمون. الفيتامين دي كمان ديفيشنسي بيلعب دور، بور دايتري ابزوربشن اند كيدني ديزيز كمان بتلعب دور، لانه عند الواحد ما بيمتصش هذا الكالسيوم الجسم مش راح يستفيد منه. كمان اذا في عند الواحد مشاكل بالكلى بضل يعمل دياليسيز، كمان هذا بيعمل عنده نقص بالكالسيوم. فالكالسيوم عنصر مهم، الناس اللي في عندهم مشاكل بالكالسيوم ممكن يعوضوها بانهم ياخذوا كالسيوم، اقراص كالسيوم يشتروها من الصيدلية، عادي بيشتروها من الصيدلية بيعوضوا عن نقص الكالسيوم، او انهم يصير يعطيهم اياه اي في، اي في يعني انترافينوس بالوريد. في عنا الفوسفورس هو بنعمل الكالسيوم، اذا زاد الفوسفورس بنقص الكالسيوم، واذا قل الفوسفورس بزيد الكالسيوم بالجسم، قصنا اذا زاد بالدم مش بمحل ثاني. 80% in the bone. كويس. Energy compounds such as ATP, adenine triphosphate. So it is major component of the ATP. Influenced by calcium and certain hormones. بعض الهرمونات زي فيتامين D والPTH كمان بتحكموا بالفوسفورس. مهم جدا هاتر. عندنا الايرون. اذا انكم اخذتوا هيماتولوجي معناته انتوا هسه بتعرفوا شو الايرون اهميته. Essential for hemoglobin كمان نقصه دايتري، نقصه بناتج اما انه منخذوش بالجسم او في عندنا مشاكل الجسم مش قادر يمتصه بالامعاء، بيمتص الجسم على شكل Fe plus 3 يعني بناخذه بالاكل على شكل Fe plus 3 بتحول ل Fe plus 2 بعدين برد يتخزن على شكل فيريتين. اكثر فحص دقيق انه شوف عندنا ايرون ديفيشنسي انيميا فيريتين ليفل. اوكي.
because iron deficiency anemia. في عندنا hemolytic anemia can cause iron deficiency. في عندنا كمان kidney function test اللي هن زي serum creatinine. السيرم كرياتين مهم جدا، الكرياتين بيزيد عند المرضى اللي في عندهم مشاكل بالكلى. تذكروا الكرياتين مش لازم يزيد مثلا عن 6 او 6.5. اوكي سوري اي هاف تو سنيز سوري. الحمد لله. في عندنا البي يو ان اللي هو بلود يوريا نيتروجين، هذول دائما بيقيسوهن بالكيدني فانكشن تيست، الكرياتين والبيو ان واليوريك اسيد، انتبهوا لهم. السير بلس امينو اسيد، زياده امينو اسيد ذات ار كونفيرتد تو يوريا، بتحول ليوريا اللي منه مثلا الواحد اخذ كلمه يورين اللي البول. اند اكزيرتد ان ذا كيدني از ا ويست، اذا الجسم ما بتخلصش من اليوريا بترتفع للدماغ وبتعمل تسمم بالدم والواحد بموت. بيو ان انفلونسد باي دايت اند هرمونز، طبعا بتاثر بالهرمونات كمان والاكل، نوع الاكل. اي زياده فيه انديكيت انه في عندنا رينال ديسفانكشن، في عندنا مشاكل بالرينال سيستم. بيو ان انكريز ان ذا كيدني ديزيز بالهاي بروتين دايت، مرات الواحد باخذ وجبه فيها بروتينات كثير بيرتفع عنده البيو ان. كمان للناس اللي بياخذوا ستيرويدز، هذول الرياضيين اللي بيعبدوا يعملوا عضلات وكذا، فبيرتفع عندهم البي يو ان. بي يو ان ديكريز ان ستارفيشن بريجنانسي اند ان بيرسون اون لو بروتين دايت، في بحالات المجاعات في ناس مثلا بيضعفوا حالهم، النسوان الحوامل مرات عندهم سوء تغذيه البي يو ان بينزل عندهم. حكينا عن اليوريك اسيد المره الماضيه اللي هو مثلا بريك داون اوف نيوكليك اسيد، النيوكليك اسيد الموجود بالجسم زي الادينين بيرمدين يوراسيل جوانين، كل هاي لما تتكسر بزيد اليوريك اسيد. انكريز ان كيدني ديزيز، بمعتاد هون عاده بيعملوا اليوريك اسيد على اساس انه الواحد لما يكون في عنده بين ان ذا جوينت، وجع بالمفاصل بالركب. في عندنا كريستالز بتبين under the microscope اسمها uric acid crystals، هاي بتقيس مرض اسمه اللي هو الجاوت اللي هو النقرس باللغة العامية. الناس دائما اللي في عندهم مشاكل بالركب they suspect انه في عندهم نقرس. كمان ممكن يزيد بحالة انه الواحد يتكسر دمه بعد الكيموثيرابي او الراديشن، الناس اللي في عندهم لينفوما وسرطانات ممكن اليوريك اسيد يتكسر عندهم ويزيد. كمان الفحوصات الثانية اللي بدنا اياكم تطلعوا عليها اللي هي هنا ليفر فانكشن تيست، حكينا زي الجلايكوجين اند جلوكوز ميكس بلازما بروتين البيومين لايبوبروتين كوغوليشن فاكتور، كلها بتصير بالليفر. في عنا الفورمز اوف كوليسترول اند ديجريدد انتو بايل اسيدز، هاي اما الكوليسترول مثلا السكر يتخزن بالليفر. ستور ايرون جلايكوجين فيتامينز اند اذر سبستانس ديستروي اولد بلاد سيلز، هو الليفر والسبلين بيعمل ديستركشن للاولد بلاد سيلز، بيعملها ريسايكلينج اعاده تكرير للهيموجلوبين. لما بتعرف الهيموجلوبين مش كله بروح ويست، نادر ما الواحد يطلع مثلا بالبول او بالستول ايرون، ليش؟ لانه بيصير له ريسايكلينج. الفحص الثاني اللي تنتبهوا له هو التوتال بروتين، وبكره راح نحكي لكم يعني المره الجايه عن التوتال بروتين. في عندنا نوعين، في عندنا الدايركت بروتين بسموه كونجوجيتد بروتين اور اندايركت. مثلا التوتال بروتين بيزيد بحالات الجولستون، بحالات المراره، بحالات تيومر، بحالات اوبستراكشن للليفر. في عندنا البورتال فين اللي بيكون بربط بزود الليفر بالدم، بصير له obstruction. obstruction انغلاق. بنوقف هون يا شباب ويا صبايا وبنحكي المرة الجاية إن شاء الله. بنحاول نعطيكم كويز أو نعطيكم أسئلة وتعملوا لها ريفيو إن شاء الله. سلام.